بسم الله الرحمن الرحيم. ده توتوريال بتاع لينكات، ان احنا ازاي نحرك البايبد عن طريق اوبجكت تاني. احنا هنا عندنا تمرينة التراي. تمرينة التراي ديت المفروض ان هو البار بينزل لتحت وبياخد الايدين معاه، بدل ما نحرك الايدين وما تبقاش مظبوطة على الباي، احنا بنحرك البار والايدين هي هتمشي ورا البار على طول. هايد اللوكيشن. احنا هنعمل الموضوع بكل بساطة، ان الايد دي لينك للدراع للساعد. احنا هنيجي من كي انفو اي كي، هنقول له لا، احنا مش عايزين دي تبقى بيرنت بنسبة 100%، شايلد بنسبة 100% للدراع. احنا عايزينها تتأثر بالهيلبر اللي هو اوريدي اصلا واخد الحركة اللي هي دي، اللي هي الحركة اللي نازلة وطالعة، وتفضل الحركة شغالة على طول، ودي ما تسيبش مكانها أبدا. هنيجي عند الاي كي، هنقول له نختار الاوبجكت اللي انت هتأثر فيه على الضلع بتاعنا بس، وهنقول له سيت بلانتد كي. تمام، وهو اوريدي اصلا كان واخدها، فهيطلع لي الرسالة ديت. هقول له بيقول لي warning if you attach this limb to a new object all of your existing object space i key keys will be sent to body space with i key blend. هو بيقول لي ان كل الحركة اللي انت هتعملها في الايدين هيبقى مأثر فيها الاوبجكت. هقول له اوكي، وهديله set blend التاني. بعدها لو جينا بصينا على الحركة هنلاقي ان الايد مشيت مع الحركة على طول، خلاص كده الايد التانية الاقي ان احنا لسه ما ايه محركناهاش، خلاص كده انا مش محتاج ان انا احرك الايد، خلاص بقى في تمرين عندي. فدي بتبقى طريقة سهلة في البايبيد. هاجي على الايد التانية هقول له set planted، واقول له عشان ينقل من بودي لاوبجكت set planted، بتقول بتنقل من البودي اللي هو ان الايد ماسكة في البودي، لا هي هتبقى ماسكة في البودي بس بنسبة 50%. اقول له select i key object، واقول له يقول لي هيطلع نفس الرساله، اقول له يس، واقول له سيت بلانتد تاني، واتحرك يتحرك معايا. ساعات ما بتحتاجش سيت بلانتد بس غالبا بيضرب، فيفضل ان انت تعمله سيت بلانتد بعد الايه بعد اللينك بس. خلاص ادي كده الحركه اتعملت بالنسبه للحركه بتاعتنا اتعملت. بقى في تمرينه، وبنقعد بقى ايه احنا لو في تمرينه فيها مشكله فيها اي حاجه بايظه بنقعد نظبطها من الاوبجكت دوت، وخلاص كده تمرينه جاهزه، وهو ما بيحركش ايده ثابت، ايده ثابته خالص. نفس الموضوع ان انا لو حبيت اجي بعد كده افصلها، حبيت اجي افصلها اقوم جاي على الايد مثلا، اديها مفتاح هنا واقول له انا عايزها هنا كده، او من هنا وهو طالع اديله مفتاح سيت بلانتد، واقوم جاي في الفري اقوم قايل له فكها، اقوم قايله فري، خلاص الايد ما تمشيش مع البايب. حبيت ان انا الينكها تاني بقول له فري، اديله فري، وبعد كده الينكه في الحته اللي انا عايزه يتلانك فيها، وهيتحرك مع الايد، هيتحرك مع الايد. بس طبعا لازم ابقى ظابط الايد على الايد تاني، على البار تاني في نفس المكان عشان تبقى الحركه منطقيه. هو الموضوع ان هو السيستم بيعرف ان في بوينت وانت عايز، انت كده مكتفها اهي على البلانتد، على البلانتد كي، لما بيخش في الفري بيختفي بيبقى بودي بس، لما بيكون بلانتد بيبقى اوبجكت، بيبقى على الاوبجكت وبيبقى اسم الاوبجكت مكتوب. لو افترضنا ان احنا عندنا هنشتغل نعمل سيف از، وعندنا شوت تاني وهنبتدي نعمل لينك لحاجة تانية، يفضل ان احنا نمسح البوينت دي من هنا. نمسحها ازاي؟ ان احنا نسلك على الاي كي ونقول له في السبيس في الفاضي كده، هو كده مش معمول له لينك بأي حاجة مع البودي، هو البودي بس اللي مأثر فيه بس، وخلاص. ده لما احب بعد كده اشتغل، لان يعني انت لما تيجي بعد كده هيبقى متلخبط وعنده اوبجكت وانت بتقول له حط اوبجكت تاني، فهيبقى متلخبط، فلازم تفضيه الاول عشان يبقى شغله نظيف بس. ده دي اللينكات اللي هي متعلقة بالبايبد لما يحب يمسك حاجة او يفصل ما بينها.